اأتيكم من طرف سيد رئيس الجمهورية لإنخراطكم القوي ان هذه الاتفاقيه التي تهدف الى تحديد مجالات التعاون المشترك بين المجلس الاعلى للشباب ومجمع الغاز في الانشطه المندرجه ضمن اهتمامات كل منهما تشكل سانحه لترقيه وتعزيز العمل المشترك من اجل تحقيق تنميه متعدده الابعاد قائمه على الخبره والمعرفه من خلال دور الشباب سيما ذوي الكفاءات والمؤهلات في مرافقه سياسه التنميه في بلادنا في شتى ابعادها الاقتصاديه العلميه الثقافيه وغيرها انا متفائل جدا بانه هذه الاتفاقيه ستفتح لنا المجال لتوضيد التعاون في المحاور التي تحدثت عنها ومحاور اخرى نحن مؤسسه منتشره وترنو لتاطير شباب في مختلف انحاء التراب الوطني وربما المؤسسه سونار غاز لديها الكثير من الامكانيات والهياكل المنتشره في كافه التراب الوطني والتي قد تغدو محل تعاون وتكامل في اطار تاطير شبابنا وتنظيم مختلف المناشط في في مختلف مناطق التراب, التراب الوطني